إذن حقيقة كنت عارف لواحد زرعة جميلة اللي كانت وجات مع الأسف مشات تنكسر مشا هي الصراع ما بين التقليد والحق عندما كيتكلموا في الدوسي مع الحداثة ما بين واحد القصة ديال العربية اللي كنتكلم بها ولكن ملي مشات للحمام كيقول فيها نعاودكم واحد القصة ملي مشيت لتلفت جات واحد العربية جات واحد العربية حدايا وركت ومن هنا ببركة دوخت وتما عليا قلت ببركة الحق النص ديالو أرانا من الحمام ذهبت اللي الطيبة عليها عاودت قالت لي شدت واحد القط مني سخن فيها المسخ وحكت نقص واحد القط بداك القط قالوا لي 10 دنيات هرست أرانا مني للدار رجعت جبدت الوجاز والشعر ديالها قصت وجابت الفاخر وكحلت والنيوره بها عكرت قالت للراجل ديالها والله دابا تقدمت والله من دابا عليا لاحظت يعني بربي خاطر الراجل ديالها اللي حدث انا اذا في الحقيقه الوقوف امام هذا الرجل جميع الاشكال ديالو وكنت حافظ اشياء كثيره في الزرع ديالها وعجبت لي واحد الزرعه كنت حاضر في واحد العرس بالمناسبه كان ذاك العرس حاضرين فيه واحد مجموعة ديال الناس العثرية والناس لابسة مزيان كانوا فيه شي ناس جايين من فاس بعد العرس فسي بوجمع الحدان قال واحد القضية جميلة بات واحد السيد معاه قال له يا علان يعني كيهضر على ذاك الانسان اللي لابسين جوج مليون ثلاثة قال له يا علان هذا الشيء بزاف علينا يلا نرجعوا للديور ديالنا وناكلوا خبيزنا مع زيتونا ونقعدوا حدا الفيتنا ديالنا. إذن فحقيقة هناك صورة شعرية في هذه المسألة وأنا ما يهمني هنا هي أن الرجل عنده صورة شعرية جميلة يعني الصورة يعني جميلة وغادي نعاود لكم واحدة أخيرة قال ودي غادي نعاود لكم واحد القصة يا عسيان فاش غادي نكنس هاد العام وتلاقيت وحدة دايزة تهزا معانا قالت لي اجي وليد العام حتى انا وليد العام ندير انا ساعة الطعام حدا المشي الحرام قلت لك سميتك مدام قالت لي با اسمه غلام وكيما سميتها وسام وانا عرفت صغيرة سميتها الاكرام وعندي 18 عام درنا ساعة الطعام قال انا ملي طحت الظلام قلت انا ندير النظام قلت لها جياتكم أم الهم قلت لي عاد عصرية اسمها لي إكرام وعندي 18 عام قالت لي لحد بعيد ما صغرني ما تخرجش القلم دابا حس 3 أيام قلت لها أنا مزوج لك سميتي كمال قالت لي هذا سميتي عائشة وبابا عرسنا وش دي اسمها أم واحد عبد الظلام قال له والله واخا يكون عندك 100 عام حنا حتى دا عندنا الكيلو متحف وكنطيبوا الحديد عسى كل عام إذا في الحقيقة أن هذا الرجل كيستحق هذا التكريم وبالمناسبة لا يفوتني كذلك أن نهني الأستاذ محمد بلهيسي باعتباره كذلك يقدم شيء كثير لمدينة تزر في مجال المسرح تعرفوا بأن اليونيسكو كيقول الحياة كوميديا مزوجة بالدراما ولهذا